Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ma conversation va vous convaincre de vous. Il a coûté au moins 100 canadiens. Si vous ne parlez pas bien, vous êtes canadien à mes yeux. Le but de la télé est 100%. Maintenant, sachez abonner à votre chaîne. Je pense que dimanche jeudi. Les gens déjà abonnés, je vous remercie beaucoup pour la confiance de vous. Les commentaires zoués, les petits vidéos, les motivés. Vous avez besoin de quelque chose pour vous aider à vous aider à vous aider à vous apprendre de la langue française. Zéro des gens ont un problème très grand. هو انهم تيفهموا هذاك السؤال وما تيقدروش يجاوبوا عليه بزاف انا متاكد بان اغلبيه ديال اللي تيشوفوا دابا فيكم هذا الفيديو هذا عندهم هذا البروبليم هذا انه تيفهم لا كيسيون مي باش يجاوب على ديك لا كيسيون تلقى واحد ديفيكولتي تلقى واحد الصعوبات الوغ هنايا المشكل فين كاين المشكل يكمل انك ما تعرفش هذوك لي زوتي اللي سولك بهم ما تعرفش تجاوب عليهم فهمتوا راك تعرف هذوك لي زوتي شنو معناتهم ولكن ما تعرفش كيفاش نقدروا نجاوبوا عليهم فهمتي اليوم ان شاء الله غادي نحاول نسامبليفي لكم ونحاول نبسط لكم الماكسيموم بوسيبل باش تقدر ان شاء الله فاش يدوي معاك شي واحد ولا فاش يكتب لك شي واحد شي حاجه تقدر تفهمو وتجاوبو بواحد الفاصون اللي هي كوريكت ان شاء الله غير حاولوا تكونسونطرو معايا ما عليك غير تجبد ورقه وستيلو ولا دفتر ولا اجوندا ولا شي حاجه تقيد فيها لي كور انا تنصحك انك تبدا تقيد الدروس هكا باش تبقى اشاك فوا دير لا ريفيزيون باش هذاك الشيء تميموريزا او نيفو السيرفو ديالك وتولي كابابل انك تكومونيكي وتغيديجي تو سامبلو غادي نبداو على بركه الله في اللغه الفرنسيه كباقي اللغات كاين واحد الحوايج سميتهم ادوات الاستفهام كاين دي زوتي سميتهم ادوات الاستفهام هذا ادوات الاستفهام تيساعدوا انني نطرح السؤال مزيان وحنا عارفين بان لا كومونيكاسيون في اغلب الاحيان تتكون دي كيسيون اي دي ريبونس دابا فاش تنشوفوا لا سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون شنو تيكون تيكون واحد ولا جوج ولا ثلاثه ديهم الناس شنو تيقولوا اسئله تيعطيو اراء هكا ولكن اغلبيه تتكون تتمحور حول السؤال الجواب تيسول شي واحد على شي سوجي والاخر تيجاوب الاخر عاوتاني تيسول الاخر تيجاوب هكا وتدور هذيك لا كونفرساسيون بين هذوك الناس الوغ هنا باش يسول شي واحد كاينين انواع ديال الاسئله كاينين دي كيسيون فيرمي اي دي كيسيون اوفيرت كاينين اسئله مفتوحه واسئله مغلوقه كيسيون فيرمي هما اسئله مغلوقه كيسيون اوفيرت هما اسئله مفتوحه اسئله مغلوقه تيكون عندك لو شوا بانك تجاوب سوا بوي سوا بنو فهمتي مثلا تيقول لك tu préfères le thé ou le café غادي تجاوب يا اما بلو تي ولا بلو كافي هنا تيعطيك لو شوا تيقول لك مثلا تيقول لك اسكو تي كاباب دو فير سا واش انت قادر انك دير هذه تتقول له وي جو سوي كاباب واش فهمت ولا فهمتوش يعني هنا انا ندير لو شوا انني نجاوب يا اما بوي يا اما بنو في كيسيون فيرمي باغ كونت كيسيون اوفيرت اللي هو السؤال المفتوح باش نسولو تنستعملو ادوات استفهام فاش نسولو شي شخص تيكون عنده لو شوا انه يختار الجواب اللي بغا سولون هذاك انطلاقا من هذاك سمحوا لي كنت مرة تنخلط نحاول ما ندوي بالعربي الماكسيموم بوسيب باش كلشي يفهم انطلاقا من هذاك لوتي اللي اعتمد لك انطلاقا من هذاك الاداه اللي اعتمد لك هو في السؤال انت خصك تفهم هذيك الاداه وكيفاش دير تجاوب عليها راه هادشي اللي كاين راه هادشي اللي خصك تفهم نتايا راه هادشي اللي تيبان لي بانكم ما تبغيوش تفهموا وتبغيوش تدخلوا راسكم باش ما تبقاوش عندكم هاد المشكل هذا حاول تكونسونطرا معايا على هذاك السر ركز معايا باش تفهم دابا مثلا فاش شي واحد يسولني شي سؤال فيه كون فيه كون هو متى شوف معايا لا تكسر ما نكتب لك حتى شي حاجه غنشرح لك بكل بساطه غير ركز فهمت كون فاش شي واحد غادي يقول لي شي جمله فيها كون مثلا تقول لك كون بارتي فو متى ستذهبون كون بارتي فو واش فهمتي متى ستذهبون يعني هنا سولني متى انا باش غادي نجاوبو غادي نجاوبو بالوقت غادي نجاوبو بالوقت يعني فاش يسولك شي واحد كون الاجابه تتكون بالوقت الاجابه باش تتكون تتكون بالوقت حاولوا تعقلوا لعطيكم السر الاجابه تتكون بالوقت ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بعد شي مره تيسولني شي واحد تيسولني او يعني تيقول لك او ابيتي فو اين تقطنون اين تقطنون اين تسكن هنايا المكان هنا خصني نجاوب انا نجاوب بالمكان باش بالمكان الوغ كون تنجاوبو بالزمن او تنجاوبو بالمكان بارفوا تيسولني شي واحد تيقول لي Pourquoi? Tu voulais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? L'imède fait elle te aide. Pourquoi tu as fait ça? L'imède fait elle te aide. Souvenez-vous de pourquoi? Pourquoi le réponse de la simple? Pourquoi est-ce que ça est simple? Tu dis le parce que. Dis-moi le réponse de pourquoi. Tu as l'imède. Si souvent tu vois pourquoi. Quand il réponds, tu dis le parce que. Ou les tu dis le car ou la car. À cause de ou la grâce à, ça dépend. Le question, à la base, c'est parce que. Pourquoi tu réponds la question, la réponse, c'est cool parce que. Un des autres, je ne dis quoi. Quoi. Quoi, il y a mada. Pourquoi il y a les mada. Attends, je vais vous dire. Mada. Aina.
هذه لماذا وهذه ماذا. Voilà. Quoi? تقول لك tu fais quoi? Tu fais quoi? ماذا تفعل? Tu fais quoi? ماذا تفعل? هنا فاش تبغي تجاوبو غادي تجاوبو على شي حاجه. ركز معايا هنا فاش نبغي نجاوبو. هنا تنجاوب على شي حاجه عندها علاقه بشي, عندها علاقه بشي حاجه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ تقدر تقول له ما تندير والو, تقدر تقول له تندير هذه, ولكن عقل. كوا هي لماذا. بعد مره تيسولني كي فاش يسولني شي واحد بكي الجواب ديالي تيكون عن جواب. تيقول لك كي اسو من هذا, من هذا. الريبونس اللي غادي نجاوب فيه فاش تكون عندي كي هي تنجاوب بالعاقل, تنجاوب على شخص. ديما فاش يسولني كي تقول لك tu parles avec qui مع من تتكلم. Tu parles avec qui. تقول لك سي كي, من هذا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني الجواب ديالي خصو يكون عنده علاقه بشخص. تقول لي باغ اكزومبل سي مون بير, سي مون فرير, سي تان امي. فهمتو؟ تنجاوبو بشخص كي العاقل. كاينه كو بحال بحال كي, غير كو تستعمل الغير عاقل. غير عاقل تنقول لك كيسكو سي, ما هذا. كيسكو سي هذا, من هذا, هذا كيسكو سي, ما هذا. تقول لي سي تان ليفغ, سي تان ستيلو, سي تان طابلو. واش فهمتوا ولا فهمتوش؟ تنجاوب شي حاجه غير عاقل. تتمنى ان الفكره تكون بان لكم. ابخي عندنا باغ اكزومبل اخر, عندنا ركز معايا, عندنا كومبيان تتكتب جوج. كاين جوج انواع ديال كومبيان, كاينه كومبيان وكومبيان دو. كاينه كومبيان هي الثمن, تنجاوب بالثمن. تقول لك سو ستيلو سا كوت كومبيان, سو ستيلو سا كوت كومبيان. هذا القلم شحال الثمن ديالو؟ هنا غادي نجاوب قلت غير كومبيان, الوغ غادي نجاوب بالثمن. كومبيان دو تنجاوب الاعداد, الاعداد ولا العدد. كومبيان تنقول لك هذا كومبيان دو. مثلا تنقول لك كومبيان دو فرير افيفو, كومبيان دو فرير افيفو. شحال ديال الاخوه عندك؟ تنتمنى ان الفكره تكون بانت لك, تنتمنى ان الفكره تكون بانت لكم ويكون كل شيء واضح. فوالا تيبان لي بان كل شيء واضح. غادي نزيدكم وحدين اخرى. مثلا كاينه كومون سهلة هي, كومون هي كيف, غير عندها علاقة بالوسيلة. مثلا تنقول لك عندها علاقة باش بالوسيلة, بالوسيلة أو الغاية. هذه تتسمى دمانيير, تتسمى عندها علاقة بلا مانيير, بالوسيلة. فهمتوا ولا فهمتوش؟ وعندها علاقة باش مرة تسولك مثلا تقول لك كومون طاليفو, عندها علاقة بالحال. فهمتوا؟ تتمنى أن الفكرة تكون بانت لكم. مثلا تنقول لك tu vas à l'école comment, ولا كومون tu vas à l'école, كيف تذهب إلى المدرسة. تقول لي باغ اكزومبل جو في ا ليكول ا فيلو, اذهب الى المدرسه على الدراجه الهوائيه. فهمتوا ولا فهمتوش؟ هذه كيف. تتمنى الفكره. هذوما اكثر الحوايج اللي تستعملهم. كاينه مثلا كاينه كاين قلنا هادو فليكيسون اوفير, هذوما اللي تستعملهم. تتمنى ان الفكره تكون بانت لكم. تتمنى انكم هادو اللي اكثريه تستعملوهم. كاين اخر, كاين كيف قلنا في لي كيسيون فيرمي, كاين اسكو في لي كيسيون اوفرت, كاين عاوتاني كيسكو تنقول لك كيسكو تي في, كيسكو نزيدها لكم واخا هكا. هادي داخله فيها هادي, واه ماشي مشكل. كيسكو هي ماذا. حيت قلت لكم هيا عندنا ديجا هادي ماذا تقول لك كيسكو تي في ماذا تفعل. تتمنى الفكره تكون بانت لكم. انا بغيت اليوم نسامبلي فيكم نبين لكم بان راني كيسون اللي تيطرحوا لكم تيكونوا مكونين من هاد الحوايج. فاش تسولك كون غادي تجاوبوا باش بالزمن, فاش يتسولك او غادي تجاوبوا بالمكان, فاش يتسولك كون غادي تجاوبوا بشي وسيله, فاش يتسولك كيسكو تتشد غير هذيك تي تتردى جو تزيد حدا شنو تدير اكزاكتومون, فاش يسولك بوركوا تقول له باسكو تزيد حدا شنو تجاوبوا, فاش يتسولك كوا كوا مثلا تقول لك تو في كوا ماذا تفعل, غادي تقول له شنو تدير اكزاكتومون. فاش يتسولك كي غادي تجاوب بشخص, فاش يتسولك كو غادي تجاوب بشيء غير عاقل, بشيء. فاش يتسولك كومبيان غادي تجاوب بالثمن, فاش يتسولك كومبيان دو غادي تجاوب بالعدد. ما تنظنش بان هادشي صعيب. انا حاولت نسامبلي في لكم الماكسيموم بوسيبل. قيدوا الله يخليكم, راجعوه مزيان, بقاو تركبوا به اسئله اجوبه. خلوا لي في الكومنتار دي كيسيون
des questions qui ont relation avec les outils ou des questions qui s'amènent à faire des outils. Donc, les gens qui les commentaires, je vous vous êtes capable de dire des questions à partir de les outils. Donc, ou c'est mieux de dire des questions et de répondre à eux. Vous avez compris ou vous avez compris? Vous allez vous dire, Inch'Allah, وغادي تمشي في الطريق الصحيح ان شاء الله لتعلم اللغه الفرنسيه. كان معكم عزيزتي الامل، نلقاكم في فيديو جديد. اقول لكم السلام.